بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مصطلح الوعي التاريخي أصبح مصطلح رائج يعني في الثقافة العربية، لكنه من المصطلحات الرائجة الغائمة الملامح، الغامضة المضمون، غير محددة القسمات والملامح. هو مصطلح رائج، ولكن يندر أن تجد له تعريفا أو تحديدا فيه قدر من الدقة والوضوح. أنا في البداية سأتحدث بإيجاز شديد، لن أركز في هذه النقطة، على بروز مصطلح الوعي التاريخي وماذا يعني مصطلح الوعي التاريخي في الفكر الغربي. إذا أردتم يمكن أن نعود إلى هذا الأمر في محاضرة أخرى. فيما بعد سأحاول أن أبلور تعريفا للوعي التاريخي انطلاقا من احتياجاتنا نحن التاريخية الكبرى، وأفصل هذا التعريف، يعني هذا بإيجاز شديد مضمون هذه المحاضرة. يعرف الوعي التاريخي، يعرفه أحد الفلاسفة الألمان الكبار هانس جورج غادامير، بأنه بكل بساطة الوعي بالانتماء لعصر، بالفرنسية la conscience d'appartenance à une époque. يبدو الأمر بسيط، الوعي بالانتماء لعصر، يعني كل إنسان يعي أنه ينتمي لعصر، لكن هذا التعريف يختزن وراءه قارة دلالية برمتها وكيفية لوعي الحداثة لنفسها. الانتماء لعصر، يعني هم ثلاث كلمات، الوعي بالانتماء لعصر، كل من هذه الكلمات تفتح مجال دلالي. ماذا نعني بالوعي؟ ماذا نعني بالانتماء؟ ماذا نعني العصر؟ وماذا يعني الوعي بالانتماء لعصر؟ لكن المهم في هذا التعريف هو أنه يحيل إلى ركن كبير في وعي الحداثة لذاتها وفي مختلف الصور الفلسفية التي كونتها الحداثة عن نفسها وعن ذاتها. هذا الركن يتمثل في أن الحداثة تعي نفسها كعصر مختلف عن كل بقية عصور العالم، فالحداثة ليست مجرد جديد في الصراع الأزلي المتجدد بين القديم والجديد، يعني مش كل عصر عنده حداثته وفي التاريخ في حداثات، لا، الحداثة تعني هنا شرخ كبير جدا في الزمن الإنساني، هو حصول شرخ في الزمن الإنساني أصبح ما بعده مختلف تماما عما قبله. تعريف الحداثة بهذه الكيفية، بما هي فارق زمني، ديفيرونس تمبورال بالفرنسي، أو بما هي فارق زمني، هذا التعريف هو الذي يمنح الجملة التي يعني ألقيتها آنفا، أي الوعي بالانتماء للعصر يمنحها كثافتها وحمولتها الدلالية. الوعي بالانتماء لعصر هنا يعني الوعي بالانتماء لعصر مختلف عن بقية عصور العالم، والوعي بالفارق الزمني أو بالشرخ الكبير التي أحدثته الحداثة في التاريخ الإنساني. أنا لن أفصل في هذا المعنى لا تفصيلا ولا نقدا، لكن المهم في هذا هو ماذا؟ المهم في هذا هو أن الحداثة عصر يعي ذاته ويكون صورة أو صور فلسفية عن نفسه، وهذا جديد في التاريخ الإنساني. الوعي التاريخي ما فيه عصر من العصور كما سنرى بدون وعي تاريخي جنيني أو متبلور في مجموعة من العناصر الفكرية، أو يمكن أن نتلمس ملامح لوعي تاريخي في مجموعة من الحكم والأقوال المتناثرة هنا وهناك، لكن العصر الذي كون صورة فلسفية أو مجموعة من الصور الفلسفية المتجددة والمتعاقبة والمتكاملة عن نفسه، هذا العصر هو العصر الحديث. ولذلك أيضا يمكن أن نعرف الوعي التاريخي بما هو الصور أو الصورة الفلسفية التي يكونها عصر من العصور عن نفسه.
تعرفون أنه في القرن الثامن عشر توجهت إحدى الصحف الألمانية للفيلسوف المعروف الألماني إيمانويل كانت بسؤال، قالت له ما هي الأنوار، يعني وجهت له هذا السؤال وأجاب عنه في نص شهير اسمه ما الأنوار. هذا النص كان أول محاولة نظرية واضحة لوعي العصر ولمنح العصر الذي يعيش فيه المفكر أو الفيلسوف عنوان، تعطيه اسم وتعطيه عنوان. ويقول ميشيل فوكو في فهمه في تأويله لهذا النص بأنه منذ ذلك الحين إلى يوم الناس هذا لم يتوقف هذا السؤال عن التجدد وعن إعادة طرح نفسه لدى كل فيلسوف أو مفكر غربي كبير بصيغة من الصياغ. وبهذا المعنى يمكن أن نقول بأن الوعي التاريخي الحداثي هو سلسلة الصور الفلسفية الكبرى التي كونتها الحداثة عن نفسها، موجات كبرى للوعي التاريخي، موجة أولى في القرن الثامن عشر، موجة أولى مع فلسفات الأنوار، موجة ثانية مع المثالية الألمانية في القرن التاسع عشر، موجة ثالثة ابتدأت منذ نيتش إلى الآن والتمثل في تفكيك النقدي العميق والجذري للحداثة ولكل واجهات النسقية للتراث الثقافي الغربي، المواريث الثقافية المشكلة لنسيج الثقافة الغربية. أنا فقط افتتحت بهذا حتى يعني أحرك السواكن وأفتح الشهية إذا يعني لم أغلقها لسؤال الوعي التاريخي. لكن في هذا يعني في عملية يعني بلورة العصر لصورة فلسفية عن نفسه، تعريف العصر لنفسه، تسمية العصر لنفسه، في عنصر رئيسي وأساسي هو القدرة، امتلاك القدرة على التسمية والتعريف، أن تمتلك القدرة على وعي عصرك وعلى تسميته وعلى تعريفه. هذه القدرة لدى الإنسان الغربي كانت بدون أدنى شك ثمرة مخاض تاريخي، الوعي التاريخي برز في مرحلة تاريخية منعطفية في منعرج تاريخي كبير، مش في تاريخ، لا في تاريخ الغرب وحده بل في تاريخ الإنسانية برمتها، فهو ثمرة انعطاف تاريخي هائل ولد صور فكرية وأنماط من الوعي. هذا الانعطاف التاريخي بدوره ما كان يمكن أن يكون لولا تمازج الروحين العلمية والتحررية، روح التحرر قديمة في تاريخ الإنسانية لكن الذي انضاف إليها هو امتزاجها بالروح العلمية. هذا الامتزاج هو الذي جعل التساؤل عن كنه الزمن وعن كنه العصر ومحاولة الإمساك بكنه العصر وتسمية العصر ووعي العصر ممكنة. فإذن الوعي التاريخي قرين تمازج الروحين العلمية والتحررية، روح التحرر قديمة من قديم الزمان، ثورات العبيد يعني الدعوات يعني الدينية والروحية كلها يعني بمعنى من المعاني تبطن روح التحرر، لكن الذي انضاف لروح التحرر هو تمازجها مع الروح العلمية. هذا التمازج نتج عنه أنه التحرر أصبح تصورا للتاريخ، التحرر أصبح مسالك للعقل في الوجود، أصبح منظومة سنن وقوانين تاريخية إذا تمكنت منها وأمسكت بها يمكنك أن تسلك طريقا للتحرر. هذا الذي أضافته الروح العلمية لروح التحرر، وهذا الذي جعل تبلور الوعي التاريخي كسؤال فلسفي وفكري عميق ممكنا. ولذلك حين نتحدث عن الوعي التاريخي نتحدث باستمرار هذا التعريف أنا الذي أعطيه لهذا المصطلح، الوعي التاريخي هو امتلاك قدرة تحويل الزمن إلى قوة للتحرر أو إلى قوة تحرر وتجاوز، هذا هو الوعي التاريخي.
القدرة على تحويل الزمن إلى قوة تحرر وتجاوز. كيف؟ تعرفون أن الزمن ليس مجرد وعاء كرونولوجي يعني للأحداث. الزمن ليس مجرد تعاقب يعني حدثي أو مجرد وعاء كرونولوجي لأفعالنا، لا. الزمن أساسا هو تكوين أساسي للإنسان. الإنسان كائن قادر على صنع تاريخ، بقية الكائنات غير قادرة على صنع تاريخ. الإنسان هو الكائن الذي القادر على صنع تاريخ، وقدرته على صنع التاريخ متأتية من أين؟ متأتية من أنه كائن له ممكنات، بمعنى أنه كائن يمكن أن يصير إلى غير ما هو عليه، أو بتعبير آخر هو كائن قادر على التجاوز. القدرة على التجاوز، قدرة الإنسان على أن يصير إلى غير ما هو عليه، قدرته على التحويل الدائم لحدود الممكن، هو الذي يجعله كائنا تاريخيا أو كائنا قادرا على صنع التاريخ وعلى إنشاء تجربة زمنية وتاريخية. ولذلك أحد الفلاسفة الغربيين بيركسون عندما يتحدث عن الزمن يقول شنو الزمن في نهاية الأمر؟ الزمن هو الحركة والممكن، هو الممكن، بمعنى احنا الآن لو نقولوا آفاق الممكن انغلقت انغلاق نهائي أمامنا، ما في أي إمكانية، سقف الممكن تحدد بكيفية صارت، ما فيه ممكن، يعني الزمن توقف، انتهى، يعني التاريخ توقف. حين نقول في حركة في تاريخ، أنت في إمكانيات أخرى لا تزال غير معلومة، يمكن أن تحصل ويمكن أن تحدث. فالتاريخ إذن هو الحركة والممكن، والإمكان هو مظهر كبير من مظاهر الحرية الإنسانية، أو أنه عمق الحرية الإنسانية. الإنسان كائن حر لأنه كائن له ممكنات. لو كان كائن ما عندوش ممكنات، هل يمكن أن يكون حرا؟ يعني مختلف الكائنات الأخرى التي هدايتها هداية كرهية وآلية وليست هداية طوعية، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه هدايتها آلية كرهية، يعني هل لها ممكنات؟ ليس لها ممكنات. إذن الإنسان ككائن حر هو كائن له ممكنات، ولذلك التحكم والهيمنة في قلبها وفي جوهرها وفي عمقها هي تحكم بسقف ممكنات الآخرين. يعني الهيمنة اليوم على المستوى الدولي ما هي؟ دولة تهيمن على دول أخرى، هي دولة ترسم سقف ممكنات الدول الأخرى بكيفية صارمة، يعني في سقف لا يمكن أن تتجاوزه، هذه هي الهيمنة. يعني أنت عندما تحس بأن قدراتك مثلا مشلولة وأنك عاجز، أنك مكبل، أنك لا تستطيع أن تفعل شيء، هذا الإحساس هو إحساس بأي شيء؟ إحساس بفقدان الحرية، إحساس بالعجز. لكن بقدر ما يعني تزيد ممكناتك، بقدر ما تزيد قدرتك، بقدر ما تحس بأنك حر أكثر، بأن مجال الممكن أمامك أوسع، وبأنك أقدر على فعل شيء في التاريخ وعلى ترك أثر. فالوعي التاريخي في نشأته يحمل يعني ولا يزال هذا العمق. الوعي التاريخي عنده علاقة وثيقة بفكرة الحرية، وعلاقة وثيقة بفكرة الممكن. بصرف النظر على نجاحات وإخفاقات الوعي التاريخي الحداثي الغربي، هذا شيء آخر، لكن المهم من حيث النشأة والتكوين هو قرين هاتين الفكرتين، الممكن والحرية، هو القدرة على تحويل الزمن
إلى قوة للتحرر. ما معنى تحويل الزمن إلى قوة للتحرر؟ تحويل الزمن، القدرة على تحويل الزمن لقوة إلى قوة للتحرر يستدعي التمكن من قدرات أخرى. لا يمكن أن تحول الزمن إلى قوة للتحرر إلا إذا تمكنت من مجموعة من القدرات الكبرى، هي التي ستحدث عنها الآن بإيجاز. القدرة الأولى هي، أو الوجه الأول، الاقتدار المرتبط بالقدرة على تحويل الزمن إلى قوة للتحرر، هو القدرة على تعريف الحاضر وتسميته وقول كنهه أو إدراك كنهه، وعلى تأويل مؤشرات الحركة والعبور فيه. يعني عندما تفكر في حاضر العالم، الحاضر الذي يمر به العالم، والحاضر الذي تمر به أمتك، وتحاول أن تضع لهذا الحاضر عنوانا، تحاول أن تسميه، التسمية هنا مش مجرد يعني عملية شكلية، لا، التسمية يعني أن تدرك كنها، إلى أين يتجه الحاضر، اتجاهات التطور فيه، ماذا يختزن هذا الحاضر، ما الذي وراءه، ما هي الأفاق التي يمكن أن يفتح عليها، إلى آخره. امتلاك هذه القدرة، قدرة التعريف، قدرة التسمية، وهي قدرة أساسية. الله سبحانه وتعالى، سيدنا آدم، عرفوا الملائكة بهذه القدرة عندما خلقه، يعني بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم من الصادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ففي قصة الخلق، إحدى القدرات الكبرى التأسيسية لكينونة هذا الكائن هو قدرة على التسمية. قدرة على التسمية هي العلم، هي المعرفة. فالقدرة على تعريف الحاضر وتسميته وقول كنهه هي في الآن ذاته قدرة على نحت زمني للوعي الذاتي، للصورة التي نكونها عن أنفسنا. نحن نعي أنفسنا من خلال ماذا؟ من خلال الأدوار والمهمات التي نرى أننا جديرون بها ومنوطة بنا. يعني الإنسان يعي ذاته، يعي نفسه في ممكنته، في الأدوار، في الرسالة التي يحمله، يعي نفسه في صفحة فعله. والإنسان يتحرك فردا وجماعة وأمما من خلال الصورة التي يكونها عن نفسه وعن دوره وعن رسالته، أو ما يسمى من خلال الوعي الذاتي. فالقدرة على تسمية الحاضر هي قدرة على نحت مهمات وأدوار تاريخية، مش مجرد عملية شكلية، هي القدرة على نحت وعي للذات وتصور للمهمات وللرسالة المنوطة بالذات التاريخية والحضارية. ولذلك المسلمين ما دام ما امتلكوش قوة التعريف وقوة التسمية، ما دام ما زالوا خارج التاريخ. ما دمنا عندما نتحدث عن الحداثة نأتي بتعريف فلان وتعريف فلان وتعريف فلان، لكن احنا غير قادرين على اعطاء تعريفنا، يعني نحن غير قادرين على التعريف. نجيب تعريف هابرماس وتعريف مثلا ميشيل فوكو، تعريف كانت، وتعريف بول ريكير، وتعريف فلان وتعريف، لكن احنا أين تعريفك؟ تعريف آلان توران وأنطوني جيدن وفلان وفلان، وأنت أين تعريفك؟ ما أنت غير، أنت غير قادر على التعريف، لا تمتلك قوة التعريف والتسمية. قوة التعريف والتسمية
التمكن من قوة التعريف والتسمية لا يمكن أن يحصل بدون نهضة فكرية حقيقية عميقة وشاملة في حياة أمة من الأمم. يوم أن تكون قادر على التعريف والتسمية معناتها أنك بلغت مرتبة معرفية عالية وكبيرة. فإذا قلت أن الوعي التاريخي هو امتلاك لقدرة تحويل الزمن إلى قوة للتحرر وللتجاوز، وامتلاك القدرة على تحويل الزمن إلى قدرة إلى قوة التحرر والتجاوز غير ممكن بدون امتلاك قدرة التعريف وقدرة التسمية، تسمية الحاضر وقول كنهه وتأويل مؤشرات الحركة والعبور فيه. تعرفون أن اللحظات الممتلئة من الناحية المعنوية والروحية في التاريخ هي باستمرار لحظات موجهة نحو المستقبل، وهي باستمرار لحظات تفيض فيها المعاني الحية للحاضر على صورة المستقبل. الرسول صلى الله عليه وسلم تجربة النبوية في غزوة الخندق والمسلمون يعني في أوج العسر والشدة، وهو يحفر يعني وضرب صخرة بالفأس فانقدحت إلى آخره، فبشرهم بفتح مدائن يعني فارس وبلاد الروم. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يهاجر يعني لحقه سراقة ابن مالك وغاصت قدم فرسه إلى آخره، بشره بسواري كسرى وهو مهاجر يعني فأر بدينه. معنى هذا أن هذه اللحظات الممتلئة صورة الحاضر أو الامتلاء الحاضر يفيض على صورة المستقبل، يصبح فيه يقين رغم أن المؤشرات المادية الملموسة بالمعايير المادية للمستقبل ضعيفة ليست قوية. يعني ما يمكن أنت واحد فار بدينه والكفار يلاحقونه يمكن أن يموت يبشرهم بأنه يفتحوا أمريكا وروسيا مثلا يعني غير ممكن. لكن هذه هي اللحظات الممتلئة. في القرن 18 كتب إيمانويل كانت، وهذا قانون في حياة الأمم، كتب إيمانويل كانت مقال شهير اسمه L'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique، فكرة تاريخ كوني من وجهة نظر المواطن العالمية وشيء كهذا، يعني تعريف يحتاج يعني ترجمتها تحتاج شيء من الدقة. لكن المهم أنه في هذا المقال يقول أنه المؤشرات على مستقبل العالم تبدو ضعيفة ولكنها واثقة وحاسمة، أن العالم يتجه إلى كذا وكذا وكذا وكذا، إلى مجموعة من الأشياء من بينها ظهور النظام الجمهوري الديمقراطي على غيره من الأنظمة، من بينها انتشار فكرة المواطنة العالمية، من بينها إلغاء التحارب بين الأمم. المهم يعني ما كان يتخيله في ذلك الوقت، لكن المهم هو أنه من مؤشرات اعتبرها محدودة وغير كافية تخيل صورة لمستقبل الإنسانية برمته. وبين قوسين الغرب الآن الرأسمالي هو الذي يمتلك قوة تعريف الحاضر وفرض تعريفاته على بقية الأمم والعالم، هو الآن بعد سقوط المعسكر الاشتراكي هو الذي يمتلك هذه القوة. المسلمين لم يدخلوا بقوة من ناحية المعرفية على هذا الخط، الظاهرة الإسلامية ثقلها السياسي والحدثي الآن يزيد يوما بعد يوم في العالم، والمسلمون صوتهم يرتفع لكن من ناحية المعرفية صوتهم لا يزال صوت منخفض إلى أبعد الحدود. ولذلك احنا ننخرط باستمرار في مناقشة المصطلحات الكبرى التي يضعها الإنسان الغربي لتعريف حاضر العالم، منها مصطلح العولمة لم ننحته نحن، ندخل في مناقشة. يقول بيير هاسنار أحد نقاد العولمة الكبار في الثقافة الفرنسية بأنه لو نلاحظ السنين العقود الأخيرة والمقولات الفكرية الكبرى التي هيمنت فيها في تشخيص الأوضاع العالمية وفهمها، الحرب الباردة، النظام العالمي الجديد، العولمة، صراع الحضارات إلى آخره، نهاية التاريخ،
نجد أن لفابريك المعمل الذي يصنع هذا فيه هو المطبخ الفكري الأمريكي. كل 5 سنوات تقريبا أو 5-6 سنوات هكذا يخرجوا يعني بست سيلر، يعني كتاب يقع الترويج له في العالم كله ويتحول إلى موضة فكري. مضمون هذا الكتاب شنو؟ يمنح تسمية لحاضر العالم، يعطيك تأويل للحاضر الذي تعيش فيه، يمنحك تأويلا للحاضر الذي تعيشه، وأنت تنخرط في هذا التأويل سلبا أو إيجابا. تقول لا التاريخ ما انتهاش، لكن أنت في النهاية في المربع الذي رسمه. تقول لا حوار حضارات ولا تحالف حضارات ولا صراع حضارات، لكن أنت في المربع، أنت تناقش في داخل الدائرة التي رسمها. ولذلك هي سلسلة من الكتب، بريجنسكي، كيسنجر، فوكوياما، هونتينغتون، وهكذا سلسلة، يعني روبير كاغون إلى آخر إلى آخر، كله تأويل لحاضر ومستقبل العالم انطلاقا شنو؟ انطلاقا من القوة الأمريكية، القوة الضاربة الأمريكية، لا بويسونس أمريكان، يعني القوة الأمريكية في الاقتصاد، في الإعلام، في الثقافة، في السياسة، في كل شيء. انطلاقا من هذه القوة يقع تسمية حاضر العالم وتأويل وتأويل الكل. الأوروبيين كان عندهم قوة في تسمية حاضر العالم في القرنين 18 و19 وحتى تقريب الحرب العالمية الثانية، كانت الموجات الفكرية الكبرى في تأويل وفهم حاضر العالم غربية، ثم فيما بعد أصبحت موجات أمريكية. والمسلمين أين هم من كل هذا؟ هم يعني نسأل الله أن يخرجنا من هذه المصغبة الفكرية. فإذن القدرة على تحويل الزمن إلى قوة تجاوز أو تحرر يستدعي القدرة على تسمية. بصرف النظر يعني الغرب في وقت من الأوقات التسميات التي كان يطرحها كانت فعلا وراءها إرادة تحرر حقيقية، لكن الآن ليس وراءها إرادة تحرر، وراءها إرادة هيمنة وسيطرة وتنميط واستلاب إلى آخره. لكن الموجات الأولى للوعي التاريخي الحداثي كانت موجات داخلية داخل الثقافة الغربية، على الأقل داخل الثقافة الغربية تجسد إرادة للتحرر، في علاقتها بالشعوب الأخرى هذا شيء آخر. وبين قوسين امتلاك القدرة على التسمية اليوم يعني من بين ما يعنيه القدرة على تحرير الوعي التاريخي كمفهوم من ما آل إليه ومن الانحطاط الذي آل إليه على يد يعني خاصة التأويلات الأمريكية المنوحة له. هذه إذن القدرة الأولى التي ينبغي أن يكتسبها من يتوجه للمستقبل أو الأمة التي تتوجه للمستقبل وتتوجه نحو تحويل الزمن إلى قوة تحرر، تكون قادر على تسمية الحاضر، على فهم مؤشرات الحركة والعبور فيه وعلى منحه اسما بما يحمله، ما تحمله التسمية كما قلت من تحولات ثقافية فكرية. أنا عندي محاولة ربما أعرضها عليكم في يوم من الأيام، اسمها من العولمة إلى زمن العبور، هي محاولة للتحويل الدلالي والمفهومي نحو مفهوم آخر. بين قوسين زمن العبور مصطلح لم أنحته أنا، هو مصطلح استعمله هيجل في القرن 19 ويستعمله الآن فيلسوف ألماني هابرماس، ولكن أنا أستعير لأن أجده هو المصطلح الأكثر دلالة على عمق التحولات التي تجري في العالم. والعبور إلى أين؟ طبعا هذا ينبغي أن نتدخل نحن فيه بقوة، أن نمنح مصطلح العبور كل كثافته الدلالية، لأن العولمة بمعنى من المعاني هي حجاب إشكالي تحجب مؤشرات الحركة والعبور العميقة والجذرية في حاضر العالم، هي حجاب إشكالي حقيقي. يعني أتجاوز هذه النقطة. المهم أن الوعي التاريخي كامتلاك لقدرة تحويل الزمن إلى قوة تحرر وتجاوز يستدعي امتلاك مجموعة من القدرات الأخرى الفرعية. القدرة الأولى هي التي أسميتها قدرة التسمية ووعي الحاضر وتسمية الحاضر وقول كنه الحاضر وتأويل مؤشرات الحركة والعبور في الحاضر. القدرة الثانية هي القدرة
على الخروج من التلقي السلبي للماضي، وعلى إنشاء علاقة اختيارية نقدية حرة بالماضي. أن الماضي تعرفون أنه إحدى الخصائص الكبرى للماضي كما يعرف اليوم يعني لدى عديد المؤرخين والفلاسفة، كون الماضي ليس ما مضى وانقضى، لا، الماضي هو باستمرار له بصماته وأثاره وامتداداته وتفرعاته في الحاضر وانعكاساته على المستقبل. كل أمة من الأمم تصوغ مستقبلها انطلاقا من التبادل العميق بين ماضيها وبين أحلامها وتطلعاتها، بين ما يسمى بأفق التطلع والانتظار وحقل التجربة الذي يمثله الماضي. ولذلك ما فيه مستقبل كوني للبشرية كلها موحد الملامح، هذا وهم. كل أمة تنحت مستقبلها انطلاقا من التبادل العميق بين ماضيها وأحلامها وتطلعاتها، أو بين ما يسمى باصطلاح فني بين حقل التجربة وفق التطلع والانتظار. الماضي يمكن أن يكون قوة تحرر داخل وعي تاريخي موجه نحو المستقبل، ويمكن أن يكون قوة إعاقة حقيقية. هذا سأتحدث في المرة القادمة إن شاء الله على العلاقات الممكنة بالماضي يعني، لكن المرة هذه سأشير إشارات فقط يعني، لن أفصل في هذه النقطة. تعرفون أننا حين نتحدث عن الماضي نتحدث عن خاصيتين كبيرتين للتجربة الإنسانية. الخاصية الأولى هي قوة التوريث. لو لم يكن التجربة الإنسانية فيها هذه القوة، قوة التوريث، أنه جيل يورث للأجيال اللاحقة أشياء، لما كان هنالك أيضا بمعنى من المعاني حديث عن الماضي كقوة فاعلة ولا زمن أيضا. فإذا الماضي، حين نتحدث عن الماضي نتحدث عن قوة التوريث، وحين نتحدث عن الماضي أيضا نتحدث عن الامتداد الزمني. الامتداد يعني ثم حدث تأسيسي كبير، مثلا أحد الأحداث التأسيسية الكبرى، يمتد في الزمن، أثاره تمتد، إشعاعاته، الموجات الروحية المعنوية الفكرية التي تصدر منه تمتد على مدى أحيانا مئات السنين أو أكثر. فإذا حين نتحدث عن الماضي نتحدث عن الامتداد الزمني، ونتحدث عن قوة التوريث. والماضي لا يتحول إلى قوة تحرر حقيقي في أيدينا ما لم نفكك معنى الامتداد الزمني ومعنى قوة التوريث. كيف تورث الأجيال السابقة الأجيال اللاحقة؟ وماذا تورث؟ وما هي قوة التوريث؟ وما هو الامتداد الزمني؟ ما لم نسيطر سيطرة معرفية، بمعنى من المعاني يعني، السيطرة كاملة متعذرة، لكن على الأقل ما لم نتجه نحو فهم وتفكيك قوة التوريث والامتداد الزمني، يظل الماضي بالنسبة لنا قوة يمكن أن توجهنا في الاتجاه السلبي أو الإيجابي، يعني في النهاية احنا تسيطر علينا ولا نسيطر عليه. فإذا تحويل التاريخ إلى قوة تحرر والخروج من التلقي السلبي للماضي يستدعي دراسة الامتداد الزمني ودراسة قوة التوريث، ولكن أيضا دراسة
النسيان والترك والإهمال والتهميش، لأن الماضي يورث، ولكن أيضا فيه قسم هام من الماضي لا يدخل لا في الكتب الرسمية ولا في الروايات الرسمية، ولكنه يهمش ويبعد ويلقى في النسيان. فإذا تسليط إضاءة معرفية حقيقية على الماضي تعني دراسة قوة التوريث، دراسة الامتداد الزمني، ودراسة أيضا منطق التهميش والترك والنسيان إلى آخره. عندما ندرس قوة التوريث، غير مثال، أنا لا أريد أن أغرق في هذه المعاني، ما الذي من الماضي يورث معاني ودلالات للمستقبل؟ التوريث يمكن، الفاعل في عملية التوريث يمكن أن يكون أحداث جسام، حروب كبرى، أحداث روحية ومعنوية وفكرية كبيرة تورث المستقبل. يمكن أن يكون شخصيات تاريخية استثنائية، رجال عظام تقود مرحلة من التاريخ وتترك بصماتها على عقود أو مئات من السنين. يمكن كما قلت أن يكون تحولات روحية عميقة، ولكن أيضا التوريث يمكن أن يكون ثمرة الاستبداد والاستعباد والقمع الطويل. هذا نفسه يورث في الأمم خصائص نفسية وخصائص عقلية. التوريث أيضا يمكن أن يكون من العوامل الفاعلة الكبيرة في التوريث هي منطق الثأر والحقد والجروح النفسية العميقة التي تخلفها مظلمة تاريخية كبرى، تخلف ندوب وشروخ نفسية تتحول فيما بعد إلى مخيال إيماجينار سياسي واجتماعي ينتج وينحت رموزه الثقافية والفكرية. الغلبة الحضارية تورث أيضا كما يقول ابن خلدون، المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب وتترك آثارها وبصماتها. فإذا الأحداث الفكرية التأسيسية تضع أيضا، قد تضع الفكرة على سكة لمدى قرون من الزمان. بروز الفلسفة اليونانية وضع الفكر على سكة ما زالت اليوم ماشي. الإمام الشافعي في تاريخنا وضع الفكر على سكة لا يزال إلى اليوم الفكر الإسلامي ماشي فيها، رغم أنه فيه دواعي حقيقية لتأسيس فكري جديد يضعه على سكة يعني أخرى، يعني لا تلغي السكة الأولى لكن تستوعبها. هذا طريق معبد، نبقى دائما نمشي في الطريق المعبد ولا نعبد طريقا جديدا. ففيه إذن أحداث كبرى فكرية سياسية تاريخية إلى آخره عندها قوة توريث هائلة وحقيقية. احنا اليوم الحضارة العربية الإسلامية الآن في تطلعات كبرى للتجديد للتغيير للنهضة إلى آخره، لكن الفترة التي تمر بها الأمة من ناحية الفكرية في احتياجات عميقة لتجديد جذري، لكن هذه الاحتياجات في الغالب إما تصدى لها مجددون مزيفون بين قوسين أو أدعياء التجديد، أو بكل بساطة لم يتصدى لها أحد، أو أنه تصدى لها ناس صادقون لكن اجتهاداتهم دون سقف هذه الحاجة للتجديد بكثير. فنحن في من ناحية الفكرية في مرحلة تاريخية رخمة، لكن بالتأكيد هذه المرحلة الرخوة لن تبقى رخوة، بالتأكيد أنه ستتبلور تيارات فكرية وعمليات تجديد فكري تضع الفكر على ستة ربما لمئات السنين الأخرى، وهذا معنى قوة التوريث. الآن الاجتهاد أو التجديد الحامل لقوة التوريث ولقوة وضع الفكر على سكة يعني جديدة مازال هذا ما تشكلش، ملامحه وإرهاصاته موجودة ولكن لم يتشكل بعد في ثقافته. فإذا تحليل قوة التوريث تضعنا أمام المشهد التاريخي الآتي، فيه توريث
ناتج على إشعاع مبدأ، على إشعاع فكرة عظيمة. وفيه توريث قهري ناتج على استبداد، ناتج على قهر طويل. وفيه نوع ثالث من التوريث ناتج على ندوب نفسية عميقة وغائرة تصنع رموزها الثقافية وتصنع من خلالها الثقافية والسياسية والاجتماعية. هذه الأنماط الكبرى من التوريث كلها تحتاج إلى التفكيك الملموس في تجربتنا التاريخية. هذا التفكيك هو الذي المعرفي الدقيق المستفيد من الثورات الكبرى التي حدثت في علم التاريخ، من التحولات المفاهيمية الكبرى في علم التاريخ، هو الذي يمكن أن يمنحنا قوة حقيقية للتحرر والتوجه للمستقبل، وأن يحول وعينا بالزمن وبالتاريخ إلى قوة تحرر وقوة توجه للمستقبل. لكن طالما نحن متلقون سلبيون للماضي، طالما نرث رغما عنا، فإننا لا نزال خارج مدارات الوعي التاريخي. إذن القدرة الثانية المطلوب امتلاكها لتحويل الزمن إلى قوة تحرر وتجاوز هي القدرة على الخروج من التلقي السلبي للتاريخ، والقدرة على الدراسة والتفكيك الملموس لمختلف أوجه وأصناف التوريث. واضح هذا؟ يعني أنا دائما في المواضيع الشائكة الكبرى أفضل أنه أولا نمتلك أدوات منهجية. أنا قبل أن نبحث في تاريخنا وماذا باش نحلوا مشاكل، لكن ما عندناش مفاتيح حلها، يعني لابد من التمكن سعى من أدوات منهجية كبرى. ولذلك العلاقة بالتاريخ في هذا الباب، ونرى هذا لاحقا إن شاء الله، يمكن أن تتخذ ثلاث مظاهر كبرى. التاريخ يمكن أن يكون مجالا لحياة الروح، يعني يمكن أن تستلهم من التاريخ الطاقة الوجدانية التي صنعت عصرا وتركت أثرا في التاريخ وغيرت مجرى التاريخ. هذه الطاقة قابلة للبعث، قابلة للإحياء، قابلة للتجديد كطاقة روحية. لكن هذا لا يعني أن التاريخ قابل للاستنساخ والتكرار، لا أبدا، التاريخ لا يتكرر. ونحن نخلط كثيرا بين الحاجة لإحياء القوة الروحية التي صنعت أمجادنا في الماضي، التي جعلت المسلمين يتحركون في العالم كله بأقصى سرعة معنوية وروحية ومادية ممكنة، ويحققون من المنجزات ما لا يتخيله البشر في زمن قياسي. هذا شيء. وأن نتقمص الماضي تقمصا تكراريا هذا شيء آخر. والعلاقة بالماضي يمكن أن تكون أيضا علاقة اعتبار، الاعتبار وهي علاقة يركز عليها القرآن الكريم كثيرا، أن تعتبر من ما حصل في الماضي. والاعتبار اليوم من الماضي أصبح ثورات كبرى في علم التاريخ. كل مفهوم أو تصور جديد عميق ينحت في علم التاريخ، تصور جديد هو في الحقيقة علاقة جديدة بالتاريخ، علاقة وجه من وجوه الاعتبار، يعني هو اكتشاف الإنسان لوجه جديد من وجوه الاعتبار، وتبعا لذلك لوجه جديد من وجوه أو لرافد جديد من روافد التوجه نحو المستقبل. هذا بإذن الله المرة الجاية نتحدث فيه بأكثر تفصيل. لكن المهم أن التاريخ كمجال للاعتبار مش فقط قصص وحوادث نسمع ونقول أخذنا العبرة، لا، هو مناهج معرفية في فهم التاريخ. كل مفهوم ثقيل جديد يدخل في فهم التاريخ والظواهر التاريخية يفتح بابا جديدا للاعتبار، وبابا جديدا لوعي الحركة التاريخية ولوعي التغيير التاريخي ولوعي كيفية التوجه للمستقبل. مثال لذلك،
مدرسة الحوليات في التاريخ عندما أدخلت مفهوم العقليات الذهنيات لمونتاليتي، والفرق ما بين الوجه الحدثي للتاريخ، وجه التقلبات السريعة إلى آخره الحدثية، والوجه الآخر للتاريخ، وجه الموجات البطيئة، التغيرات البطيئة البعيدة الثقيلة ولكن الحاسمة، منحتنا أداة جديدة لفهم التغير التاريخي. أن التغير التاريخي مش فقط في الأحداث الجسام، لا، الحدث الكبير يمكن أن يكون حدث كبير دموي ولكن قوته الاختزانية ضعيفة، لا يفتح أفقا كبيرا، ويمكن أن يكون حدث صغير من ناحية الحدثية والوقائعية ولكن مختزناته الرمزية كبيرة وهائلة. فالحدث التاريخي يتحدد بما قبله، ما يختزنه، وبالأفق الذي يمكن أن يفتح عليه إلى آخره. فهنا هذا المفهوم أعطانا أداة جديدة لفهم التغيير الاجتماعي والتاريخي ولفهم كيفية التوجه المستقبل. وبين قوسين الآن الثورات التي حدثت في علم التاريخ في المناهج وفي الموضوعات وفي المقاربات إلى آخره هائلة، استيعابنا احنا لها كمسلمين ضعيف، مازال المؤرخ عندنا تقليدي يسرد الأحداث سرد تقليدي. فإذا أوجه الاعتبار لاعتبار نفسه كمجال مفتوح. ولو نرجع للقرآن الكريم وأحنا مسلحين بأسئلة عصرنا وبأدوات عصرنا، تأكدوا أنه سيمنحنا ما لم نكن نتخيل. سنجد أن الاعتبار في قصة يوسف ليس هو عين الاعتبار في قصة هود، ولا هو عين الاعتبار في قصة شعيب، ولا هو عين الاعتبار في قصة موسى. سنجد يعني ثراء هائل، ثراء هائل أكثر مما كنا نتخيل. فإذا القدرة الثانية المطلوب تحصيلها لتحويل الزمن إلى قوة تحرر هو كما قلت القدرة على الخروج من التلقي السلبي للماضي، وعلى تفكيك قوة التوريث، وعلى تحويل علاقتنا بالماضي من علاقة لا إرادية، علاقة تلقي سلبي، إلى علاقة إرادية. العلاقة بالماضي لن تتحول يعني تحولا كاملا للعلاقة إرادية، هذا مستحيل، لأنه خروج من الطبيعة البشرية. الإنسان كائن متناهي محدود باستمرار، لكن على الأقل توسيع مساحة الإرادي والاختياري في علاقتنا بالتاريخ إلى الحد الأقصى الممكن، وإلا لن يتحول الزمن. والعلاقة بالتاريخ قلت لها ثلاثة أوجه. الوجه الأول هو التاريخ كمجال لحياة الروح، والوجه الثاني هو التاريخ كمجال وحقل الاعتبار، الوجه الثالث هو التاريخ كمجال وحقل للقطع. يعني التاريخ مش دائما، أحيانا نحتاجه نقطعه مع التاريخ، أحيانا نحتاجه للقطع مع التراث والتاريخ. الأزمنة الحديثة بصرف النظر يعني عن هذا يعني مصير التاريخ اللاحق وسلبياته وإيجابياته، لكن هي في معنى من المعاني ولدت من القطع. الغرب لو لم يكن قادر على قطع مع تاريخه في القرون الوسطى وما يسمى بعصور الظلمات، ما ولدت التجربة الحديثة. هذا القطع طبعا ليس كما توهمه الإنسان الغربي قطع جذري ونهائي، يعني الحداثة جاءت حتى هي بظلماتها، ولكن على كل الأزمنة الحديثة استمدت قوة وطاقة التوجه نحو المستقبل في جزء كبير منها من القطع، الطاقة تولدت من القطع. أحيانا أنت فيه أوجه في تجربتك التاريخية ينبغي أن تكون قادرا على القطع معها، إذا ما كنتش قادر لن تكون قادرا على التوجه نحو المستقبل توجها معافا وسليم. ولذلك في إطار فكرة التنوع التي تشتغلون عليها، أنا قلت من البداية أنه لا بد من القطع الجذري مع شيء اسمه التعصب. نحن لسنا ضد الاختلاف، يعني السني السني الشيعة الشيعة، ما حاجتناش بالشيعة نحولهم إلى سنة أو السنة يتحولوا إلى شيعة، يعني الاختلاف موجود وتاريخي إلى آخر. لكن الذي نرفضه هو شنو؟ هو الأفكار الفتنوية، منابع الفتنة سواء كانت في الفكر الشيعي أو في الفكر السني. نحن نبحث عن منابع الفتنة وعن الأفكار الفتنوية
وهذه الأفكار ينبغي استئصالها من أطراف جذورها. إذا لم نستأصلها سيكون توجهنا للمستقبل سقيم ومريض. والأفكار الفتنوية ليست بين السنة والشيعة فقط، بل في الفكر السني نفسه فيه تيارات تحمل فكرا فتنويا. فإذا ما نتوجه إلى استئصاله والقطع معه هو أسباب الفتنة والأفكار الفتنوية حيثما وجدت والتعصب. ما فيه مفكر حديث في الأزمنة الحديثة في تاريخ الغرب الحديث إلا وناهض التعصب بصرامة كاملة، ما في تسامح مع التعصب. ما هو التعصب؟ التعصب هو أن أستثني أفكاري وما أحمله من أفكار من النقد مسبقا. أنا ما أحمله لا يطاله لا التشكيك ولا النقد، أنا عندي الحقيقة المطلقة، ديكتاتورية الحقيقة. لا، أنت ما عندكش الحقيقة المطلقة، ما تحمله من أفكار قابل للأخذ والرد، يصبح صلبا وقويا عندما يمر من غربال النقد ونسلط عليه أضواء النقد والتشكيك ويصمد. ساعتها تصبح أفكار عندها قوة وصلابة. أما تحمل أفكار لم تمر من غربال النقد ولا التمحيص ولا تقبل من يناقشك ولا من يجادلك فيها، هذا مرفوض، هذا التعصب. الأفكار الفتنوية منابع الفتنة هي خاصة في عدم الاحترام وفي التطاول على ما يمثل لدى المختلف عمق حياته المعنوية والروحية. فيعني قد تطاول على الصحابة مثلا الكرام الكبار، أو أيضا كأحنا مثلا من يتجه من أهل السنة نحو تبرئة معاوية ويزيد تبرئة كاملة وأنهم من وكذا وأنه يزيد بريء من دم الحسين، هذه كلها استثمارات إيديولوجية وسياسية. طبعا إلى إذا كانت اتجه التفكير يعني إلى هذا المنحى الإيديولوجي الفج وكذا، فمعنى هذا أن لازلنا أسرى الماضي ببنياته الثقيلة والسوداء. فإذا لا يمكن التوجه، لا يمكن امتلاك قدرة تحويل الزمن إلى قوة تحرر بدون تفكيك قوة التوريث التي للماضي وبدون توسيع العلاقة الاختيارية بالماضي. وهذه إحدى القدرات الأساسية. القدرة الأولى هي قدرة التسمية وقول كنه الحاضر وتأويل مؤشرات الحركة والعبور في الحاضر. القدرة الثانية امتلاك وعي تاريخي قويم هي قدرة تفكيك قوة التوريث التي للماضي. القدرة الثالثة اللي هي إحدى القدرات الكبرى ضرورية للوعي التاريخي ولتحويل الزمن إلى قوة تحرر وتجاوز هي القدرة على رسم استراتيجية للوراثة الحضارية. العلاقة بين الحضارات هي باستمرار العلاقة الكبرى بين الحضارات، لا حوار ولا تحالف. الحوار مش معناتها لا حوار ولا تحالف، لا الحوار مطلوب، لكن المقصود أنه مش حوار نجلس على طاولة ونتحاور. الحضارات لا تتحاور هكذا. الحوار الحقيقي بين الحضارات هو حوار التوارث والتداول، هذا هو الحوار الحقيقي بين الحضارات. حضارة من يعني كيف تتحاور الحضارات؟ تتحاور بالكيفية الآتية. تكون حضارة من الحضارات في خط النزول، بدأت في خط النزول. تعرف الحضارات تبدأ صاعدة 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 وبعد تبدأ تنزل يعني بشوي بشوي بشوي، تبدأ في منحنى النزول. الحضارة عندما تكون صاعدة، عندما تكون في أوجها وفي عنفوانها، تكون العلاقة بين الفكر والواقع قريبة، يكون الواقع فكرة تصنع، يكون يعني العلاقة هو بين الفكر والواقع ليست عميقة، هي ديما في مسافة بين الفكر والواقع، لكن يكون الفكر هو الإمكانيات التي تعرض نفسها في الواقع. هذا هو الفكر، الفكر هو إمكانية تعرض نفسها للفهم. الحضارة في وقت الانحطاط تنفصل مساراتها الفعلية العملية والسياسية عن مختزناتها الفكرية، يبدأ ما فيش شريان يدفق الدم في هذه الحضارة ويجعل مرور الأفكار
في شرايينها وأوردتها وعروقها ممكن. ولذلك الأرصدة أرصدتها الفكرية تتحول من موقع الفاعلية الحضارية إلى موقع العرض الحضاري، تصبح في فيترينة الحضارة من يتملكها. هذا حصل في الثقافة العربية الإسلامية وفي الحضارة الإسلامية، ابن خلدون، ابن تيمية، الشاطبي، كلهم جاءوا في مرحلة متقاربة زمنيا، مرحلة الانحطاط، وكلهم مجددون كبار، ولا واحد فيهم استطاع إحداث منعرج في المصير. صافي الحضارة بدأت نشيء نحو مصير. اليوم الحضارة الغربية طبعا في هذه اللحظة شنو اللي يصير؟ تصعد روح حضارية في مكان آخر من العالم، يعني كما يقال الطبيعة تأبى الفراغ، ما يمكنش حضارة تنهار هنا ويبقى العالم في هذا المشهد، لابد أن يقع صعود في مكان آخر من العالم. القوة الصاعدة، الروح الصاعدة في مكان آخر من العالم، تتملك الأرصدة الرمزية المعروضة في متحف التاريخ وفي متحف المعروضات للحضارة الآفلة والآيلة للزوال، تتملكها، ترثها، وتغربلها وتصفيها وتأخذ فيها ما يمكن أن يمنحها دماء جديدة ويدفعها نحو المستقبل. اليوم الحضارة الغربية أرصدتها الفكرية هائلة هائلة في مجالات العلوم الإنسانية والفلسفة وكذا، هائلة. لكن اليوم لا نقد الإيديولوجيات ولا البنيوية ولا التحليل النفسي ولا الثورات المتعاقبة في علم التاريخ ولا التحولات الفكرية الهائلة، لا شيء من هذا له تأثير حقيقي على نمط حضور الإنسان الغربي الأمبريالي التوسعي الاستعماري إلى آخره على المسرح العالمي. ولا رصيد من هذه الأرصدة الفكرية قادر على إحداث رجة حقيقية في علاقة الإنسان الغربي ببقية الشعوب والأمم. لا رصيد من الأرصدة الرمزية قادر على إحداث منعرج في مصير هذه الحضارة. ولذلك اليوم نمط حضور الإنسان الغربي على المسرح العالمي يستهلك بكيفية سريعة جدا المصداقية التي اكتسبتها الحضارة الغربية من أرصدتها الرمزية والثقافية، استهلاك سريع، يلتهم هذه الأرصدة التهاما. إذن هذه الأرصدة هي بصدد التحول من موقع الفاعلية الحضارية إلى موقع العرض الحضاري، تصبح في البازار، في الفيترينة بتاع الحضارة. يلا إذا فيه روح حضارية صاعدة قادرة على تملكها، هذه استراتيجية الوراثة الحضارية. الغرب ما كان يمكن أن يكون، ما كان يمكن لتجربته الحديثة أن تكون لولا الاستلهام الواسع العميق على جميع الأصعدة من الحضارة الإسلامية الذي لا نعرف منه إلا نزرا يسيرا، لأنه قام بعملية تعمية تاريخية كبيرة جدا، أخذ ومحل أثر ومحل أثر. نحن نتوهم أنه أخذ في الفيزياء والبصريات والرياضيات، لا، أخذ في الفلسفة وأخذ في الإنسانيات وأخذ في السياسة، الحداثة السياسية ما كان يمكن أن تكون لولا الأندلس وتجربة التسامح ولولا بذور فكرة التعاقد في الفكر الفقهي الإسلامي. فالغرب أخذ ما، ولكن محو الأثر هذا يعبر على أنه فيه إرادة، لأنه الغرب يأخذ ويورث ولكن لا يعترف بالإسلام كمكون للنسيج الحضاري الغربي، ما يعترفش به كأحد المكونات الثقافية الداخلة في نسج هوية الإنسان الغربي وثقافته وحضارته. هذا هل حصل بتخطيط بتأمر؟ هذا يستدعي البحث، لكن من ناحية الموضوعية حصل. كيف؟ هذا دور الباحثين في مجال التاريخ. احنا اليوم لا يمكن أن نحول الزمن إلى قوة للتجاوز والتحرر إذا تخيلنا أن التجديد باش يصير من تراثنا وحده، أنه من قراءتنا لكتب الماضي باش نجدد، لا، هذا وهم. لابد من غربلة وتصفية الأرصدة الرمزية للغرب، ولابد من وراثة ما يمكن أن يجدد نسيجنا الثقافي منها، سواء كان سلبا أو إيجابا، بإدخال أسئلة جديدة في ثقافتنا، بوعي الاحتياجات الكبيرة للعصر، بوعي التحولات إلى آخره. سنفصل في هذه النقطة. فإذا
تحويل الزمن ما زال شوية مشكلة إلى قوة تحرر ووراثة يستدعي امتلاك القدرة على رسم خطة واستراتيجية للوراثة الحضارية والافتكاك السلطة الرمزية والروحية على صعيد عالمي. يعني مازال نقطتين بسرعة. ثم الوعي بامتلاك قدرة تحويل الزمن إلى قوة التحرر يستدعي أيضا قدرة إدراك الفارق الزمني والحركة الثقيلة التي حصلت في شروط الإمكان التاريخية وانعكاساتها على سقف التقصير الملموس. كلام كله يعني غامض لكن بإيجاز شديد. أنا قلت أنه الأزمنة الحديثة تعي نفسها كأزمنة مختلفة عن غيرها. الحداثة تعي نفسها كزمن مختلف عن غيره. ما هوش كل زمن عنده حداثة وعنده قديم وجديد، لا. كل المفكرين أو جل المفكرين على الأقل نتاع القرن 18-19 يقولوا أنه الحداثة كانت شرخ في الزمن الإنساني، وأنه ما قبلها ما بعدها ليس ما قبلها. هل فيه شرخ حقيقي؟ هل فيه تقدم حقيقي في الزمن الإنساني؟ إذا كان فيه، ما هو كنه؟ فلسفات التقدم والتاريخ التي تسمعون بها كلها محاولات للسيطرة على هذا المعنى. ماركس، هيجل، وقبلهم كوندورسي، برانشفيك، إريك فاي، ألكسندر كوجيف، وهكذا فلسفات التاريخ والتقدم. وطبعا فشلت لأنها حاولت أن تعطيه مضمون ثقافي غربي يعني تتحكم به المركزية الغربية. أنا على كل هذا السؤال شاغلني لسنوات، أكثر من 5 سنوات متتالية. لكن المهم يعني أنا لن أدخل في هذا، ولكن المهم نعطيكم غير بإيجاز شديد. أنا أعرف الحداثة بكونها حقل الممكنات التاريخية المنفتح انطلاقا من تمازج الروحين العلمية والتحررية. هذا الحقل الإنسان الغربي اشتغل فيه، لكنه لم يستنفذ هذه الممكنات واعطاه تأويل، وهذا التأويل ليس هو التأويل الوحيد. لا يزال هذا الحقل مفتوح على ممكنات حضارية أكبر بكثير، حقل الممكن المنفتح من تمازج الروحين العلمية والتحررية. لكن المهم في هذا أن هذا التمازج بين روح العلم وروح التحرر هذا يستدعي محاضرة واحدة. لكن بإيجاز، منح روح التحرر رافعة حقيقية. ما بقتش الحرية مجرد انفعالات أو عواطف، أصبحت أفكار وفلسفات وتصورات. منحها رافعة، منح الحرية رافعة حقيقية، وجعل التحرر في بعض المجالات حقيقة واقع. فكرة الحرية في الغرب لها نجاحات ولها إخفاقات. من نجاحاتها الكبرى أو أكبر نجاحاتها هي ما نسميه بالحداثة السياسية، القدرة على إنشاء تجربة ديمقراطية حديثة فيها مجال للتعدد وللاختلاف. نكرهك وتكرهني لكن أحترمك وتحترمني أحنا المسلمين نحبك وتحبني، ولكن إذا اختلفنا محقك ولا تمحقني. فالإنسان الغربي استطاع أن ينشئ تجربة سياسية فعلا غير مسبوقة في تاريخ البشرية. احنا غير قادرين على إدارة حتى الاختلافات داخل أسرنا، حتى الاختلافات داخل تنظيماتنا وحركاتنا. إخوان نتوجه لقبلة واحدة ونصلي مع بعضنا ونشرب الشاي ونأكل الحلوى معا ونخش، لكن إذا وصلنا اختلافات سياسية حادة يعني نصبح لبعضنا يعني فإذن شنو. لكن ما الذي جعل الحداثة السياسية ممكن على الأقل من ناحية النظرية؟ ما نحكيش على التحولات العملية الكبرى في الغرب. الحداثة السياسية لم تكن لتكون لولا تمازج الروحين العلمية والتحررية. علاش؟ لأنه كيف ولدت الحداثة السياسية؟ ولدت بكل بساطة من تحول معرفي في فهم الشأن السياسي، ولدت من محاولة لمعالجة داء الشأن السياسي. شنو هو المرض الكبير الملتصق بالشأن السياسي؟ تعرفون أن البشرية في تاريخها عملت عمليات تنويع خيالي كبير لفهم داء الشأن السياسي. الجمهوريات، الجمهورية بتاع أفلاطون، والمدن الفاضلة، ونظرية الإمام عند الشيعة، والصفات الأخلاقية الاستثنائية لصاحب الأمر عند السنة، وهكذا. كلها محاولات لمعالجة الحداثة بكل بساطة. هذا بصمة الروح العلمية جاءت تحاول شخصت الداء
حاول تحط عليه الإصبع كيف عمل الطبيب. أول مرحلة في معالجة المرض هي التشخيص، عيفة مش تمر في التشخيص. قال رموز على أو رواد الحداثة السياسية فلاسفة قالوا أنه الداء الكبير تاع الشأن السياسي ليس الطغيان ولا الظلم، هذه كلها لواحق. الداء الأصلي الكبير هو ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هو الاستبداد، هو الانفراد بالرأي. ما نقول هذا مفهوم، لكن زيد خطوة لقدام. قالوا أنه الاستبداد ليس فعل شخص، لا ما هو الشخص عنده إرادة باش يستبد يستبد. الاستبداد مؤسسة، مؤسسة تاريخية ضاربة الجذور. الاستبداد لا يمكن أن يعشش ولا يمكن أن يثمر ولا يمكن أن يفرخ إلا داخل بنية مؤسساتية تخوله وتشرعه. هذه خطوة ثانية. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن معالجة الاستبداد كداء أكبر وأعمق للشأن السياسي لا يمكن أن تكون معالجة أخلاقية فردية تعول على المواصفات الاستثنائية لصاحب الأمر، لا، لا يمكن أن تكون إلا معالجة مؤسساتية موضوعية تقسم السلطة إلى سلطات وتحد بعضها بالبعض الآخر. هذا التحول المعرفي ما كان يمكن أن يكون لولا تحول أعمق في مجال المعرفة الإنسانية. هذا التحول الأعمق يتمثل في قاعدة كبرى مضمونها ما يلي: إن قانون الفعل الإنساني يتغير بالانتقال من سلم للفعل إلى آخر. حين ننتقل من الفعل الفردي إلى الفعل الجماعي السياسي يتغير قانون الفعل. الفعل الجماعي السياسي ليس فعل فردي مكبر، وأمراضه ليست أمراض أخلاقية فردية مكبرة، عنده منطقة. وحين ننتقل من الفعل السياسي الجماعي إلى الفعل الحضاري يتغير أيضا منطق الفعل، وتدخل مفاهيم جديدة كالتعاقب بين الأجيال مثلا، أن الأفكار الحضارية الكبرى لا تنضج إلا عبر التعاقب بين الأجيال. فالمهم في هذا كله ما المهم هو أن الروح العلمية منحت روح التحرر رافعة، وحصل تحول فيما أسميه بشروط الإمكان التاريخي. وهذا التحول جعل إمكانية رفع سقف التقصيد الملموس للمجرد أكبر بكثير. نحن عندنا مقاصد كثيرة مجردة نريد أن تحقيقها. أنت تريد أن تربي ابنك تربية جيدة وتطلعه مبدع وعبقري وكذا، هذا قصد مجرد، لكن هذا القصد المجرد يمكن أن يبقى مجرد أمنية. ليتحول إلى قصد ملموس ينبغي أن تعرف المراحل العمرية التي يمر بها الطفل واحتياجاتها النفسية والتربوية وأنت كيف تتدخل فيها. هنا الفرق بين المقصد المجرد والمقصد الملموس. المقصد الملموس عنده منطق عملي. تمازج الروحين العلمية والتحررية وضعتنا على سكة المنطق العملي، ورفعت من الناحية الإمكانية ما أسميه بسقف التقصيد الملموس. بدون التمكن من الحركة الثقيلة التي وقعت في شروط الإمكان التاريخية، وبدون التمكن من ما أسميه بالفارق الزمني وما يستتبعه من إمكانية رفع سقف التقصيد الملموس، لا يمكن أن يتحول الزمن إلى قوة تحرر حقيقي في أيدينا. نكون نتحرك خارج الاحتياجات، خارج سقف المطالب والاحتياجات التي يتطلبها العصر. تعمل أنت تجربة زمنية دون سقف الآخرين، ما يمكنش تتفوق على الآخرين وتنقل مركز الحضارة وأنت تتحرك خارج شروط الإمكان التي يتيحها العصر، لا يمكن. والحضارة باستمرار لا تتحول من مكان إلى مكان، لا تنتقل، لا تهاجر إلا بتحقيق تفوق حقيقي يخول نقل مركز الحضارة. الغرب ما أصبح يقود العالم إلا عندما حقق تفوق، مش علمي فقط تقني بل أخلاقي في بعض المجالات. لولا هذا التفوق ما كان يقود العالم. وأحنا اليوم إذا عملنا تجارب مضحكة يعني دون سقف العصر وهي بل الإنسان الغربي متقدم عليها، متوهم أنه باش نحاولوا مركز الحضارة. فإذا بدون التمكن من شروط الإمكان التاريخية لا يمكن أن يتحول الزمن إلى قوة حقيقية للتجاوز. وهذا معنى يستدعي تفصيل كبير جدا، لكن نشير يعني نقطة أخيرة على كل الكاميرا باقي مطفاة يعني.
ما زلت شوي. المهم نقطة أخيرة هي الآتية، يعني حتى تكتمل هذه المداخلة ما خليش منها نقطة، هي هذه آخر واحدة. قلت الوعي التاريخي هو امتلاك قدرة تحويل الزمن إلى قوة تحرر وتجاوز، وهذه القدرة تستدعي امتلاك قدرات. القدرة الأولى هي القدرة على تسمية الحاضر، القدرة الثانية هي القدرة على تفكيك قوة التوريث وفهمها وإنشاء علاقة إرادية بالماضي، القدرة الثالثة هي القدرة على رسم خطة واستراتيجية الوراثة الحضارية، ثم قدرة إدراك الفارق الزمني وحركة شروط الإمكان التاريخية وانعكاساتها على سقف التقصير الملموس، وأخيرا امتلاك قدرة الوعي المشهدي بالتغيير والإصلاح وبقانون تخلق الفكرة وصنعها لعالمها التاريخي. ماذا يعني هذا الكلام؟ الأفكار الكبرى التي تصنع التاريخ، التي تحدث انقلابات معنوية روحية فكرية ثقيلة في التاريخ، هي صنفان، إما نبوات أو أفكار يجيبها بشر، ينحتها بشر. النبوة نفسها كيجي الوحي فيه دائما مسافة بين الوحي وبين تمثل الناس ووعيهم وفهمهم للوحي، ما في تطابق. لو كان في تطابق بين الوحي وفهمنا للوحي معناتها أصبحنا آلهة تألهنا. الذي يدعي أنه فهم الوحي مطابق الوحي فقد تأله. فإذن موجودة دائما هذه المسافة، أو أفكار ينحتها وينشئها بشر. لكن الفكرة، المبدأ، القادر على نحت تاريخ جديد، على نحت تاريخية جديدة، القادر على التوريث للأجيال القادمة، على الامتداد، صنع امتداد زمني، على صنع تجربة زمنية جديدة، هذا المبدأ لا ينضج دفعة واحدة، تولدش ناضج. اليوم الفكرة الإسلامية كفكرة تسعى لإنشاء دورة حضارية ليست مكتملة ولا ناضجة. اللي توهم أن الفكرة الإسلامية عنده ناضجة ومكتملة وواضحة عايش وهم كبير. يعني هي تنضج عبر مسار، عبر مخاض تاريخي تتكون فيه مدارس ويكمل فيه اللاحق السابق ويحصل فيه تراكم. فالفكرة لا تكتسب القسمات والملامح، لا تتخلق، لا تنضج إلا عبر مسار تاريخي. هذا النضج عنده قانون، والتغيير والإصلاح أيضا لا يقع إلا عبر مشهد تاريخي واسع. احنا اليوم نقول فيه انسدادات سياسية كبرى في حياة الأمة، ننتظر حدث سياسي كبير يأتي ينقل الأمة من حال إلى حال، ونحلم بالفارس الملثم الذي يأتي على قدر فتطيح يمناه بقيصر ويسراه بكسرى إلى آخر. لكن هذا لن يحصل بهذه الكيفية الخيالية بهذه الأمان. لا، التاريخ التحولات الكبرى فيه دائما هي مشهد واسع. اليوم يظهر أنه فيه انسداد سياسي كبير في حياة الأمة، هذا موجود، لكن كيتسلط سنن وأضواء التاريخ على المشهد التاريخي الذي نعيشه يبان لك أنه مشهد يتحرك ما هوش مسدود. يعني اليوم الأمة من ناحية التدين أفضل منها منذ يمكن 7 أو 8 قرون. اليوم في تحولات كبرى على صعيد عالمي تهيئ حيز استقبال حقيقي للإسلام والمسلمين، يتهيئ لهم حيز استقبال ثقافي فكري سياسي على صعيد عالمي، على صعيد كوني. في تحولات تحدث كي ننظر لها بعين التاريخ، وعندما نسلط عليها أضواء التاريخ. وهذا ماذا يعني؟ يعني أنه علينا أن ننتقل من الفكرة التقليدية في وعينا للتاريخ والحاضر، فكرة أنه عندنا علم يحتاج فقط إلى تفعيل، وأنه أفكارنا مكتملة وناضجة ومشكلتنا هي مشكلة عمل وفعل. هذا وهم. لا، الأفكار لا تنضج إلا عبر الأفكار الكبرى القادرة على تأسيس دورات حضارية إلى آخر، لا تنضج إلا عبر الأجيال وعبر تعاقب الأجيال وعبر مشهد. والتغيير والإصلاح هو باستمرار مشهد تاريخي، لابد من الوعي بالتغيير والإصلاح، وعي مشهدي. الوعي المشهدي ينتشلنا من كثير من المآزق التي يعيشها وعينا وتصورنا للتغيير. اليوم في أشياء كثيرة تبدو ساكنة ولكنها تتحرك. والوعي المشهدي من بين ما يعنيه هو القدرة على تأويل حاضر العالم
ومستقبله. هذا معنى من معاني الوعي المشهدي، أننا نتحرك لا انطلاقا فقط من ترجمة أفكار نتصورها جاهزة للعمل، هذا جزء أن نترجم أفكارنا إلى مبادرات عملية، لكن نتحرك أيضا في تخطيطنا للمستقبل انطلاقا من وعي مشهدي لمؤشرات الحاضر، مؤشرات المستقبل في الحاضر، ومن وعي مشهدي لما يمكن أن تؤول إليه قوى التغيير والتصير في الحاضر. والوعي المشهدي وظيفته الكبرى هو أن يحولنا إلى قوة تصير، تصير مش فقط هنغير ونغير يعني بالمعنى الآني اليومي، ننغمس في الآني وفي اليومي، لا، أن نصير ما نحن عليه إلى شيء آخر، أن القدرات التي لا نملكها الآن نكون نصبح قادرين، ما لا نستطيع فعله الآن نصبح قادرين على فعله بعد 20 أو بعد 30 سنة. لكن إذا كان اليوم احنا غير قادرين على فعل الأشياء ونجيب بعد 20 سنة ونجد نفسنا في نفس الوضع، معناتها أننا لا نمتلك وعيا تاريخيا. فالوعي التاريخي إذن هو يلعب هذه الوظائف الكبرى، هذه الجملة قدرة على تحويل الزمن إلى قوة تحرر وتجاوز كما ترون تحيل إلى شبكة عميقة معقدة من الدلالات. أقول هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا كثيرا.